للحديث بشأن الملف النووي الإيراني ينضم معنا من بيروت مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات والمتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ حسان القطب. مرحبا بكم أستاذ حسان. لماذا الآن عاد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة، واجهة الأحداث؟ بعد أن انتهى موضوع داعش وأصبح الصراع مع المتطرف الإسلامي في مرحلة في نهايته، في الحقيقة أصبح الصراع مع إيران على الطاولة، وأصبحت إيران وحيدة في مواجهة التحالف الدولي الذي أصبح يشدد الضغط عليها لأدائها سواء في الملف النووي أو في الملف الصواريخ البالستية. ما جرى في منطقة الخليج يؤكد أن استعمال إيران للصواريخ من خلال الحوثيين وغيرهم لا ضوابط له، وأن بإمكانها أو أنها على استعداد لاستعمال هذه الصواريخ البالستية بشكل غير منضبط وخارج على الإرادة الدولية وبشكل غير مسبوق. أكثر من 100 صاروخ على المملكة العربية السعودية كان مؤشر خطير على مدى استعداد إيران لاستعمال كافة أنواع الأسلحة البالستية، فكيف إذا كانت تملك السلاح النووي؟ الآن مع خروج داعش من الصراع أو أنها أصبحت في مرحلة في نهايتها، أصبحت إيران وحيدة في هذا الصراع، والقاسم المشترك الذي كان يجمع ما بين إيران والتحالف الدولي في مواجهة التطرف أصبحت إيران وحدها الآن تواجه المجتمع الدولي، وأصبح المجتمع الدولي يشدد ضغوطه على إيران لضبط أدائها سواء كان عسكريا أو حتى نفوذها السياسي في العراق وفي سوريا وفي اليمن وحتى في لبنان، وأصبحت كافة يعني الملفات هذه المرة مطروحة. هذه المرة هل ستختلف عن سابقاتها أم أن الأمر مشابه وليس جدي؟ هو نفس، ولكن التعاطي الآن أصبح أكثر جدية مع إيران، والمشهد الكوري يؤكد هذا. فما جرى في كوريا الشمالية أو ما جرى مع كوريا الشمالية من تحول في الموقف الكوري من مواجهة، من استعداد للمواجهة إلى استعداد للحوار وإلى استعداد للتخلي على السلاح النووي وإلى استعداد للجلوس على طاولة حوار ما بين الكوريتين والجلوس مع الرئيس الأمريكي، هو هذا المشهد يؤكد أن الضغوطات الدولية أصبحت ناجحة وأصبحت قادرة على ضبط الوضع. والموقف الروسي والصيني المؤيد لكوريا أو الذي كان يدعو الولايات المتحدة الانجرار إلى الصراع مع كوريا تبين أنه موقف كان يحاول امتصاص الصراع ويحاول امتصاص النقمة، وبالتالي هذا المشهد الكوري سينطبق نفسه على المشهد الإيراني في مرحلة مقبلة. إذن كيف ستكون من وجهة نظرك يعني ردة فعل إيران في حال إلغاء الاتفاق النووي؟ إيران لن تستطيع أن تقوم بأي شيء من الأمور التي تعلنها من حيث إعادة إنتاج إعادة تشغيل المفاعل فعالات التخطيط وإلى آخره. إيران في وضع اقتصادي صعب، إيران في أزمة حقيقية داخل، أزمة سياسية بين مكوناتها السياسية، بين الأجنحة المتصارعة، وكون هناك تطور جديد سواء في الصراع السياسي أو حتى في الوضع الاقتصادي، حتى أمنيا الأمور تتطور على حدودها سواء في بلوشستان أو في منطقة الأحواز. إيران مع أزمة حقيقية مالية وأمنية واقتصادية وحتى سياسية، فتهويلها بأنها قادرة على القيام بأي شيء في مواجهة تحالف دولي واسع يضم أوروبا وأمريكا والدول العربية، هذا أصبح أمر غير منطقي. والمواقف الإيرانية إنما تعبر عن محاولة تهويل ليس أكثر من ذلك، وإمكانياتها أيضا أصبحت ضعيفة في مواجهة هذا التحالف الذي أصبح يرى في الوجود الإيراني في المنطقة العربية وفي قطها أصبح خطرا يهدد أمن هذه المنطقة سواء في ممراتها البحرية أو حتى في استقرارها الأمني والسياسي. أستاذ حسان، يعني روسيا والصين رافضتان لإلغاء الاتفاق ورافضتان حتى لتعديله، ما مدى تأثيرهما في هذه الأزمة؟ روسيا غير مستعدة تدخل في صراع سياسي وأمني وعسكري مع الولايات المتحدة والدول الغربية. روسيا تحاول أن تحافظ على مكاسبها السياسية والاقتصادية في المنطقة، وتحاول أن تعزز دورها العسكري لحماية مصالحها. أكثر من ذلك، روسيا ليست على استعداد للخوض في أي صراع يؤدي إلى تعزيز مكاسب إيران على حساب مكاسبها. الغرب لا يحاول أن يدخل في صراع مع روسيا نهائيا، فروسيا من مصلحتها التفاهم مع الغرب على حساب المصلحة الإيرانية. ثم أن
الوجود الروسي في سوريا كان على حساب الوجود الإيراني، وروسيا استفادت من الدور الإيراني في سوريا لتعزز مكاسبها على حساب المكاسب الإيرانية، وأصبح النفوذ الروسي أقوى وأصبح الدور الروسي في سوريا أقوى على حساب الدور الإيراني الذي كان يمول الحرب، الذي كان يمول النظام، والذي كان يقدم الجنود والسلاح والمال لدعم النظام السوري. فجاءت روسيا واستفادت من كل هذا الدعم، استفادت من كل هذه المعطيات على حساب الدور الإيراني. فالتفاهم والتناغم الروسي الغربي كأنه على حساب الوجود الإيراني الذي أصبح غير مقبولا، وبالتالي تشديد الضغط على إيران سيتزايد يوم القيامة. من بيروت مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات والمتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ حسن قطب، شكرا لك.